ما زلنا داخلين المنطقة ديبوزفيل، ديبوزفيل اللي خسرت برشا من شبابها اللي خرج باسم الجهاد في سوريا. من حديثنا مع المتساكنين فهمنا اللي طيار السلفي الجهادي مستفحل في المنطقة، وخاصة في الجامع الكبير لديبوزفيل. دوب ما وصلنا قدام الجامع تمنعنا من التصوير وتم تهديدنا من بعض الشباب الصغير في العمر واللي كانوا ملتحيين، وهذه الصور اللي نجمنا ناخذوها قبل ما تم منعنا من التصوير. كيف دخلنا للجامع وعلى باب من البيبان تفاجأنا بدعوة صريحة للإرهاب، زعم هذا واحد من جوامع اللي مش تحت سيطرة الوزارة وإلا ما في بالهمش بيه.